مشاهدين نبدأ الآن تقارير حديث الكويت والناصر. عرضنا قبل فترة تقرير عن وجود تسرب المياه في منطقة الأندلس. اتصل علي وكيل وزارة الكهرباء المهندس محمد أبو شهري ولكو كل تقدير واحترام أنه فعلا راحوا الإخوان في وزارة الكهرباء والماء ولقوا المكان ونتابع حق هيئة الزراعة وتم إصلاح الموضوع اللي هناك اللي حصل. مشكورين وزارة الكهرباء، مشكور يا مهندس محمد أبو شهري، مشكورين للرجال المخلصين اللي حلوا هالمشكلة. أعطوني التقرير. بص يا أبو طارق، الحين هذا الانجو نص، شوف وين رايح، شوف شوف هذا الماي رايح وين أبو طارق؟ رايح الأندلس قطعة 9. زين شوف اللوحة، الأندلس قطعة 9، وهذا هذا اللي مصورين الطربال الأزرق، هذا البايبات مثل ما تشوفها. زين هذا البايبات اللي كانت في المقطع بالأول، هذا التسرب مثل ما انت شايف. شكراً لوكيل وزارة الكهرباء، شكراً للعاملين في وزارة الكهرباء على تجاوبهم وإصلاح هذا الخط. أعطوني الوزير المبتسم، وزير الصحة.